السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي، مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، المقطع الخامس الصحة والتغذية، تحضير نص صفحة 86، أحسن الأطباء عصير الخضر والفواكه، أقرأ وأفهم والأذكار. نبدأ أولا بقراءة النص. أحسن الأطباء عصير الخضروات والفاكهة. إننا نستمتع بالعصائر الطبيعية المصنوعة من الخضر والفواكه الطازجة، ولكن ليس الكثير منا يعرف عن قيمتها الصحية العظيمة واستعمالاتها لوقاية أجسامنا من الأمراض. لنأخذ على سبيل المثال عصير الرمان الطبيعي، إن له فعالية كبرى في الوقاية من سرطان الجلد الناتجة عن أشعة الشمس، كما يفيد في علاج فقر الدم والوقاية من ارتفاع الضغط، ويعد مطهرا ممتازا للجهاز الهضمي. وماذا عن عصير البصل والثوم؟ لقد عرف كثير من العلماء خاصية البصل والثوم العجيبة المطهرة عندما وجدوا أن مزارع الميكروبات تصبح خالية من جراثيمها عندما تتعرض لعصارة البصل أو الثوم. ففي عام 1927 قام طبيب من إنجلترا بتجربة استطاع فيها معالجة 50 جرح متقيحا بغسلها بمحلول يحتوي عصير الثوم، وقد ثبت أن وضع الإنسان للبصل أو الثوم مدة دقيقة واحدة يكون كافيا لقتل الجراثيم في الفم، حيث يصبح معقما تماما، ويقل عدد المصابين بالسرطان كثيرا في بلاد بلغاريا، ويعزى ذلك إلى تناولهم مقادير كبيرة من البصل الني والخضروات الطازجة. أما عصير الليمون فيمتاز بخواصه الطبية ضد التسمم، وقد استخدمه الناس منذ القديم كدواء شاف من عدد من الأوبئة والأمراض كالكوليرا والتيفويد، وكذلك في علاج ضربات الشمس وفي وقت نزيف الأنف، إضافة إلى كونه مهدئا للأعصاب. إن عصائر الخضروات والفاكهة تساعد بصفة عامة على طرد السموم ووقاية القلب ومختلف أعضاء الجسم من الأمراض ورفع قدرة جهاز المناعة. فما رأيكم لو نعود إلى البيت لنحضر عصير الفواكه والخضار الطبيعي؟ أنهينا قراءة النص، ننطلق الآن إلى رصيد الجديد. وقاية، حماية، الناجمة، الناتجة، الأوبئة، أمراض شديدة العدوى سريعة الانتشار، جهاز المناعة، نظام دفاعي داخل الجسم لحمايته وتحصينه من مختلف الأمراض، محلول سائل. اشرح كلمة يعزى من القاموس ووظفها ضمن سياق آخر في جملة من إنشائك. يعزى ينتسب التوظيف عزى إليه كل الأعمال السيئة. مجففة الطازجة الملوثة المطبوخة المطبوخ الني مليئة خالية ومريض ممرض شاف عن أي صنف من الأغذية يتحدث النص؟ يتحدث النص عن الخضروات والفواكه. هل يتحدث النص عن أضرار هذه الأغذية أم عن فوائدها؟ تحدث عن فوائدها. عدد فوائد عصير الرمان الطبيعي من خلال ما ورد في النص. فوائد الرمان الطبيعي: له فعالية في الوقاية من سرطان الجلد الناتج عن أشعة الشمس، كما يفيد في علاج فقر الدم والوقاية من ارتفاع الضغط، ويعد مطهرا ممتازا للجهاز الهضمي. ما هي مميزات عصير البصل والثوم؟ استخرج من النص ما يثبت ذلك. مميزات البصل والثوم المطهرة عجيبة، فهو قاتل
للميكروبات، فقد قال الكاتب أن مزارع الميكروبات تصبح خالية من جراثيمها عندما تتعرض لعصارة البصل والثوم. وقد ثبت أن مضغ الإنسان للبصل والثوم مدة دقيقة واحدة يكون كافية لقتل الجراثيم في الفم. لماذا يقل عدد المصابين بالسرطان في بلاد بلغاريا؟ يقل عدد المصابين بالسرطان في بلغاريا لأنهم يتناولون مقادير كبيرة من البصل الني والخضروات الطازجة. فيما استخدم القدماء عصير الليمون وكيف استفادوا منه؟ استخدم القدماء عصير الليمون ضد التسمم، وقد استفادوا منه كدواء شاف من عدد من الأوبئة والأمراض كالكوليرا والتيفويد، وكذلك العلاج من ضربات الشمس وفي وقف نزيف الأنف، إضافة إلى كونه مهدئا للأعصاب. برأيك هل ذكرت في النص جميع فوائد هذه العصائر؟ أذكر فوائد أخرى تعرفها عن مختلف عصائر الخضر والفاكهة. لا، لم تذكر في النص جميع فوائد العصائر، فمثلا يساهم عصير البرتقال في تقوية جهاز المناعة ويعمل على تقليل ضغط الدم، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على كمية مرتفعة من فيتامين سي، ويساعد عصير البطيخ على تقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب والحماية من السرطان وضغط الدم المرتفع، كما يساعد عصير الخوخ على تقوية عضلات القلب والقيام بتنشيط الدورة الدموية، بالإضافة إلى أنه يساهم في تحسين وظائف الكبد والمثانة. هل الفوائد الصحية المذكورة في النص لعصائر طبيعية أم مصنعة؟ بالتالي أي النوعين تفضل؟ الفوائد المذكورة هي للعصائر الطبيعية التي أفضلها. ماذا تقول إذا للكثير من الناس الذين يشترون عصائر معلبة تدخل ضمن عاداتهم الغذائية اليومية؟ أنصحهم أن يتناولوا العصائر الطبيعية، فهي أفضل بكثير من العصائر المصنعة. الفكرة العامة، عصائر الخضروات والفواكه الطازجة غذاء صحي يحمي أجسامنا من كل الأخطار. الأفكار الأساسية، جهل الناس بفوائد عصائر الخضروات والفاكهة الطازجة. الفوائد الصحية لبعض عصائر الخضروات والفاكهة الطازجة: عصائر الخضروات والفاكهة تحمي الجهاز المناعي. الخيمة من النص، ليكن طعامك دواؤك ودواؤك طعامك. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الجيل واخر. لا تنسوا اللايك والشير بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.